السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة المعلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إذا كان هذا أول فيديو تشاهدونه على قناتي فالمرجو التفضل بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. قناة المعلم قناة تربوية تعليمية تثقيفية وترفيهية، كذلك تحتوي مجموعة من الدروس لتعلم اللغات، كذلك دروس في المعلوميات، دروس كذلك في علوم التربية وفيديوهات ترفيهية. فالأكيد أنك سوف تجد ضالتك في هذه القناة. درس اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتحدث من خلاله عن طريقة رائعة وطريقة يعني معروفة عند اليوتيوبرز، وهي طريقة زيادة المشتركين عن طريق السيو سيو اليوتيوب. إذا من خلال هذا الدرس إن شاء الله تعالى سوف نتعرف على سيو اليوتيوب والعناصر التي يتكون منها. إذا فسيو اليوتيوب يتكون من أربع عناصر رئيسية، وهي العنوان، ثم الصورة المصغرة، ثم كذلك التاجز، ثم كذلك الوصف. بالنسبة للعنوان، أو نبدأ بالصورة المصغرة ما دمنا في صفحة الفيديوهات. فالصورة المصغرة هي هذه الصورة، التي تظهر هنا، الصور التي تظهر هنا في الصفحة الرئيسية، بمعنى أن أي واحد مثلا يشاهد أو يدخل على اليوتيوب تظهر له الصورة المصغرة للفيديو، بمعنى الصورة الأولى التي تظهر وتعطي انطباع على الفيديو، وهي ذات أهمية كبيرة، يعني أن العديد من الأشخاص فيدخلون إلى الفيديو انطلاقا من تلك الصورة المصغرة، تجلبهم تلك الصورة المصغرة. يعني بعض الأحيان لا نقرأ العنوان بقدر ما نقرأ الصورة المصغرة. هذه الصورة المصغرة يجب أن تحتوي على العنوان، ويجب أن تحتوي عنوان وكلمات جذابة بمعنى تجذب المشاهد. ثم قلنا العنوان، بطبيعة الحال يجب أن يكون جذابا ومثيرا للانتباه. بالنسبة لطريقة اختيار العنوان، فكل ما علينا هو الذهاب إلى الواجهة الرئيسية لليوتيوب، ثم نقوم بعملية البحث. مثلا أردت أن أحمل فيديو معين، مثلا بغيت نحمل واحد الفيديو، بغيت نقاد فيديو ما عرفش نختار ليه العنوان مزيان، غنشوف شنو هو العنوان، شنو الموضوع ديال الفيديو ديالي، ونحاول أنني نقترح نكتبه في اليوتيوب. مثلا أريد أن أكتب مثلا أو أن أحمل فيديو خاص بالربح على الإنترنت، مثلا سوف أكتب مثلا الربح على الإنترنت مثلا. إذا فكما تلاحظون هنا يعطيني مجموعة من الأمثلة من أجل البحث عنها. إذا فكل هذه الأمثلة يمكن أن أخذها وأخذ مثلا كلمة أو كلمتين من كل واحدة منها، ثم أكون العنوان الذي أريد، ثم بعد أن أختار العنوان نأتي إلى الصورة المصغرة. قلنا الصورة المصغرة هي هاد الصور التي تظهر في واجهات الفيديوهات. إذن هذه هي الصور المصغرة. إذن كما تلاحظون هذه صورة مصغرة، هذه صورة مصغرة. إذن فكيف أقوم بتهيئ الصورة المصغرة؟ هنا لدينا واحد الموقع رائع، هو هذا موقع الكانفا. كان بعض الأحيان كيكون عندي مشكل في القياسات ديال الصورة المصغرة، إذن عندما أقوم بالدخول على هذا الموقع أقوم بالضغط هنا على كريي أند ديزاين،
ثم اختار هنا مينياتور يوتيوب. إذن عندما أقوم بالضغط على مينياتور يوتيوب فتفتح معي هذه النافذة الأخرى. إذن فهذا هو القياس من أجل إضافة الصورة المصغرة كما تلاحظون. عندي هنا مجموعة من النماذج التي يمكن أن أختار منها ما أشاء كما تلاحظون، فهي غاتوي، كاين نماذج لي غاتوي كاين نماذج لي مدفوعة. إذن أنا ما علي إلا أن أختار منها الأشياء المجانية. ثم هنا خاصية أخرى، هنا تيليشارجي، يمكن أن أحمل الصورة انطلاقا من الحاسوب الخاص بي. إذا فمثلا هذه صور خاصة بي أنا سبق وأن قمت بوضعها في هذا الموقع. فمثلا عند الضغط على الصورة فتظهر مباشرة هنا، تظهر الصورة يمكن أن أتحكم فيها كيفما أشاء، يمكن أن أقوم بتحويلها من مكان إلى مكان. كذلك إذا أردت مثلا أن أقوم بالزيادة في حجمها مثلا فيمكن أن أفعل ذلك. فكما تلاحظون فكل شيء ممكن في هذا الموقع. ثم كذلك يمكن أن أضيف هذه مثلا، فكما تلاحظون بالنسبة لهذا الكتابة فقد قمت بكتابتها في الباوربوينت، ثم قمت بعمل سكرين شوت، ثم كذلك قمت بإدخالها هنا في الموقع كما تلاحظون. إذا أردت كتابة شيء معين مثلا أقوم بالضغط هنا تكست، ثم أختار الخطوط التي أريد، ثم هنا إذا أردت إضافة عنصر معين كما سوف نلاحظ يمكن أن أختار من هنا. إذا كما تلاحظون هنا يمكن أن أختار هذه العناصر إذا أردت أن أستعملها، أختار منها ما أريد بطبيعة الحال كما تلاحظون. إذا أردت أسهم مثلا أو مربع أو دائرة إلى آخره. إذا أردت إضافة صورة مثلا انطلاقا من الموقع، إذا كما تلاحظون فهذه هي الصور الموجودة في الموقع، منها ما هو مجاني ومنها ما هو مدفوع، اختار منها ما أريد بطبيعة الحال ثم أقوم بالضغط عليه فيتم تحميله مباشرة. فهذه الصور أقوم بتحميل ما أشاء منها. كذلك هنا فيديو لفيديو، فكذلك هنا هذه فيديوهات يمكن أن أستعمل منها ما أشاء، المجانية أو المدفوعة. إذا أردت أن أستعمل المدفوعة فيجب أن أقوم بتأدية ثمنها، ولكن هناك أشياء اللي هي مجانية يمكن أن أستعملها. كذلك الخلفيات، إذا كما تلاحظون هذه الخلفيات يمكن أن أختار منها ما يناسبني وأقوم بالاشتغال عليه. ثم بعد الانتهاء من المشكل اللي عندنا بالنسبة للكانفا هو مشكل ديال الخط، كاين مشكل ديال الخط هو أنه خط واحد بالنسبة للغة العربية، هناك اختيارات متعددة بالنسبة للغة الفرنسية أو الإنجليزية، ولكن بالنسبة للعربية هناك خط وحيد. إذن فلذلك حاول أن تستعمل الباوربوينت، تختار الخط الذي تريد ثم تقوم بسكرين للخط مثل هذا مثلا، ثم تقوم بتحميله في الموقع. إذن عند الانتهاء ما عليك إلا الضغط هنا على تيليشارجي،
ثم سوف تفتح هذه النافذة، ثم نقوم بالضغط هنا على تيلي شارجي. تيلي شارجي كما تلاحظون هنا بالنسبة للمينياتير يوتيوب ف 1280 ضارب 720 بيكسل طبيعة الحال. نقوم بالضغط على تيلي شارجي ثم يتم عملية تحميل مباشرة. إذن هذا فيما يخص الصورة المصغرة. إذن تحدثنا عن العنوان وتحدثنا عن الصورة المصغرة، بقي لنا الوصف. بالنسبة للوصف هو مهم ومهم جدا، يجب أن يحتوي كذلك على كلمات مفتاحية وعناوين دالة. فإذا أردنا أن نقوم بهذه العملية كل ما علينا هو الضغط مثلا هنا في بحث يوتيوب، مثلا نكتب كما سبق وكتبنا الربح، مثلا الربح من الانترنت مثلا، نقوم بالضغط عليها عملية البحث. اذا فكما تلاحظون نحاول ان نختار هذه العناوين، مثلا نقوم باختيار هذا العنوان الاول ثم العنوان الثاني والعنوان الثالث والعنوان الرابع مثلا، نختار هذه العناوين، نقوم بعملية كوبي كولي ثم نقوم بوضعها في الوصف، نقوم بوضعها في الوصف. ثم كذلك هنا موقع آخر، موقع sovel.com، هذا الموقع كذلك يمكنني من إنشاء أو من كتابة الكلمات التي يبحث عنها الناس في اليوتيوب. مثلا إذا قمنا بكتابة الربح من اليوتيوب، الربح مثلا من الانترنت كما سوف تلاحظون، فيعطيني مثلا هذه الكلمات كلها يبحث عنها الناس في اليوتيوب. إذا فيمكن أن أقوم بكوبي ثم أقوم بوضع هذه الكلمات كلها في صندوق الوصف. نغير مثلا، نكتب كلمة أخرى أو بحث أو موضوع آخر، مثلا حريرة، مثلا حريرة. إذا سوف يعطيني الكلمة. إذا كما تلاحظون هنا حريرة مغربية، حريرة حليمة الفيلالي، حريرة أم وليد، حريرة مغربية سارة. إذا كل هذه الكلمات يمكن أن أضعها في صندوق الوصف. إذا بعد الحديث عن الصورة المصغرة ثم العنوان و الوصف، بقيت لنا الكلمة الدلالية أو التاكس. فكل ما علينا هو الدخول إلى هذا الموقع، الدخول إلى هذا الموقع rapidtax.eu. إذن فعند الدخول إلى هذا الموقع مثلا نكتب مثلا حريرة مغربية مثلا. إذا كما تلاحظون فهاد العناصر يمكن أن نقوم بتحميلها كلها عن طريق فقط الضغط هنا على كوبي، نقوم بالضغط على كوبي ونقوم بتحميل هذه الكلمات. إذا كوبي، نقوم بالضغط على كوبي. إذن كما تلاحظون فتم نسخ الكلمات، ثم أقوم بعد ذلك بوضعها في خانة التاكس. نغير مثلا الموضوع، نقوم ب مثلا واتساب، مثلا ضغط بحث إذن كما تلاحظون فبالنسبة للواتساب هنا هذه هي العلامات أو التاكس التي يبحث عنها الناس في اليوتيوب. نضغط بكوبي هنا ثم نقوم بوضعها كلها. شيء آخر مثلا هنا، إذا أتينا مثلا إلى هذا الفيديو، هذا الفيديو الأول مثلا أعجبنا ونريد أن نضع هذه الكلمات المفتاحية التي قام بوضعها هذا الشخص،
إذن فكل ما علينا هو أننا عندما مثلا نقوم بعمل كوبي للعنوان، ثم نأتي إلى هنا نقوم بوضع العنوان، عفوا، إذا نقوم بوضع العنوان وسوف يعطينا الكلمات المفتاحية التي أو التي قام هذا الشخص بكتابتها. إذا فهذه هي الكلمات التي قام بكتابتها في تاكس. نقوم بعمل كوبي ثم نقوم بوضعها في خانة التاكس. إذا كانت هذه هي العناصر ديال السيو، سيو اليوتيوب. قلنا العنوان، الصورة المصغرة، الوصف، ثم تاكس. إذا كان بعجالة هذا هو فيديو اليوم. إذا أعجبكم الفيديو واستفدتم منه فلا تنسوا الضغط على زر لايك ثم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا كذلك ترك تعليق تشجيعا لنا. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.